اسمحوا لي، إذا كان كيدار العملية ديال التهريب ديال هذا الملف هذا من لجنة للجنة في النهار اللي ترشحنا نهربوا ونديروا لشي لجنة، كتفتح عدد من التساؤلات. حنا عامين ولا ثلاث سنين ولا شحال من عام، وحنا كنهزوا هذا الملف هذا ديال المناطق كنعطيوه للجنة المرافق وكنعطيوه للجنة البلدية، ومن اللي نجيو اليوم نبغيو ندوزوا 680 مليون إضافية لهذ الشركات النظافة ندوزوا لهذ اللجنة، وماشي انتقاص من هذه اللجنة هذه، بالعكس الإخوان في اللجنة كيشتغلوا، ولكن الإحالة تكون في المحل ديالها، تكون في حدود الصلاحية ديال هذه اللجان هذه. هذه اللجنة اليوم تناقش النظافة، اليوم تناقش السباقة. اسمح لي السيد الرئيس.